ممكن صورة لو سمحتوا؟ أيوة شكرا. ما في أبشع من إنه يكون الواحد متضايق ونفس الوقت مجبور يوزع ابتسامات للكل. معك حق، أنا كمان مو مرتاحة، بس مشان ما نلفت انتباه لازم نكون موجودين. حياتي إيه جاهدة، هالكابوس إمتى رح ينتهي؟ يا ريت قدرنا نعرف شي خبر عن اللي اسمه عاكف. توليب إجا عاكف. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. تعرفي بحياتي ما كان يخطر لي إني رح أفرح كل هالقد بشوفة هالوسخة. أوه، نور الأوتيل بوجود زباين راقية مثل حضراتكم. عاكف، لك أنت وين اختفيت؟ كنا أنا وسليم برحلة سياحية. تعرفي هذا الوقت هو أحلى وقت بالسنة، الطبيعة خيال. رحنا ليوم واحد ورجعنا لهون. أخباركم؟ طمنوني. إن شاء الله تعلمتوا الدرس منيح. كنت متخيل إنكم رح تدفعوا المبلغ المطلوب، بس بصراحة فاجأتوني هالمرة كمان. على فكرة لسه عندي مفاجآت كتير. بالمناسبة من كل قلبي شكرا على هالافتتاح الرائع اللي حضرتي له توليب. بعد إذنكم عندي ضيوف مهمين لازم رحب فيهم. موسيقى. السادة الحضور، شرف كبير لإلي إني أستضيفكم الليلة بأوتيلي. أهلا وسهلا بالجميع. إذا بتسمحوا لي حابب أتشكر صديقتين كانوا السبب بالتنظيم الرائع لحفل الافتتاح. بتوقع أنكم بتعرفوا واحدة منهم كتير منيح، توليب سباح. أما الصديقة الثانية صبية مبدعة ناجحة وعندها طموح عالي وصاحبة نظرة واسعة كمان، جوري جيليك. بشكر الجميع على حضور هالافتتاح، سهرة سعيدة. ليك مين اجا؟ ما توقعت يجي الدكتور عمر حكيم اغلو، بتكون توليب خانه معزبته. اكيد. شو رايك ناخذ له صوره هو وعاكف بيك؟ حلوه الفكره ها؟ ايه اكيد. نستنى ليفوتوا ولا ناخذها هلا؟ والله ما بعرف. اهلين دكتور عمر. طيب استنى شوي. هلا. يلا. استاذ ممكن ناخذ لكم صوره مع بعض؟ طبعا طبعا تفضلوا. يا جماعة بعد إذنكم الدكتور عمر ما بيحب الأطوار، لو سمحتوا بيكفي هلا، شكرا لكم. تفضل معي. أنت لشو بدك توصل إلي؟ أنا بعرف كل شي عملته. يبدو إنه في شغلات ما بتعرفها دكتور. ما فهمت. رح سمعك شغلة أحسن من الشرح. بس تتذكر وقتها إنك اعتذرتي، ظن انك جيتي على بولونيز كوي ومخطط على كل شيء. كيف يعني؟ يعني ممكن تكون خطه لتورطي جوري. عاكف لو سمحت ممكن ما بقى تالف حكي وقصص من عندك؟ الخطه اللي عملتوها انت وجاهده سوا مثلا. توليب ما رح اتحمل ضل متوتره اكثر من هيك، ما عاد فيني اتحمل فضيحه ثانيه. انا تعبت، ما عاد اتحمل، رح روح. وقفي جاهده، لوين رايحه؟ إذا مشينا هلأ رح نلفت انتباه كل الموجودين علينا. روقي خليكي، لا تروحي على محل. خلينا نستنى عاكف، منجيبه لهون منحكي معه منقنعه بأي طريقة، وإذا ما اقتنع منعطيه مصاري وبيطلع من حياتنا. انتي بتعرفي المصاري كل همه. هاي عمر إجا. لو سمحتي جاهدة خليكي رايقة ولا تحسسي بشي، تمام؟ أهلين عمر. ممكن أعرف ليش هيك عملتي فيني؟ شو عملت فيك عمر؟ أنا وجوري منحب بعضنا وأنت ما ضل حركة خبيثة ما عملتيها حتى تفرقين عن بعضنا أمي.
عمر لو سمحت لا تعصب عليها. انت انت يا توليب. انا خير؟ شو في؟ انا عرفت ليش رحتي لعند عاكف على اليخت، وبعرف تماما الخطة يلي رسمتيها انت وامي كمان. هالحكي هاد مو مزبوط يا عمر. بكفي يا خسارة ثقتي فيكم، بس كل خططكم فشلت. جوري خياري وانا ما بسمح لحدا يتدخل فيني. عمر تعالي معي جوري. عمر ترك لي ايدي. عمر يلا امشي. الكل عم يطلعوا فينا، شو صار لك؟ ما رح اقدر احط عيني بعينه مرة تانية ابدا. ثقته فيني راحت. لك شو صار لك عمر؟ عم توجعني. اترك ايدي. شو عم تعمل؟ تعالي معي، نحن لازم نحكي. شو بدنا نحكي انا وانت؟ ما في حكي بيناتنا. تركني عمر. تعالي. شو صار لك؟ تركني. ما رح اتركك. والله العظيم بعيط بأعلى صوتي. ها خلص ما بقى. جوري خلص بس ما بدي اسمعك. اسكتي. لازم نحكي. خلص فوتي يلا. اسمعني. عيب لانه اللي عم تعمله قلة ادب. كان لازم تجي معي بدون ما تعانديني. شو اللي عم تعمله عمر؟ عادي ولا حرف. لا وقفلت الباب كمان. هو بدك يعني اسمعك يعني؟ ايه وانا ما رح اسمعك. ما فيك تجبرني على شي ما بدي اياه. لسه ما بتعرفها لجوري على حقيقتها. انت ليش عم تتصرفي مثل الاولاد؟ تركي التليفون لشوف. عادي جوري. طيب قول شو بدك، بس يا ريت بسرعه لانه عندي شغل تحت. بالاول عادي. طيب عمر بيك، هي قعدت وعملت مثل ما بدك. ممكن تحكي بقى وتخلصني اذا سمحت، لانه عندي شغل كتير ولازم خلصه فورا. جوري انا اشتقت لك يا روحي. عمر لا تلمسني. ايه لا تحكي معي هيك جوري. بعرف اني زعلتك وزعلت حالي لاني كنت شوي متسرع بحكمي عليك. اكيد الحق معك، بس هنن هيك عطول الرجال، احيانا ما بيشوفوها للحقيقة. وشو تغير هلأ؟ شو صار حتى شفت الحقيقة؟ جوري لا تظلميني، انا من شوي عرفت كل شي عملوا امي وتوليب، مشان هيك انا بعتذر منك بهالبساطة. عم تقول عمر يعني اذا اعتذرت رح يمشي الحال؟ بعدها رح ارمي حالي بحضنك. عمر انت ما صدقتني، شكيت فيني، لك انت ما قبلت تسمعني بالمرة. شو كان بدك يعني اعمل يعني؟ انا لما شفتك مع الزلمة صرت عن جد مثل المجنون، ولما الكل صاروا يحكوا عنك ما عرفت كيف بدي اتصرف. انا بعرف اني قهرتك جوري، يا ريت تسامحيني. انا بحبك من قلبي جوري، صدقيني ما فيني اعيش بدونك. بالفترة اللي انفصلنا فيها كانت الحياة صعبة ومرة، أنا ضعت بلاكي. ما بتعرفي قديش بعشقك وبموت فيكي. بتموت فيني؟ لازم صدقك عمر؟ على أساس عندك ثقة فيني وما بتصدق اللي بتشوفه بعينك وبتصدقني لإلي؟ قلي كيف بدي أرجع صدقك من جديد؟ فيك تفهمني؟ كيف فيني أمنك على حياتي؟ أنا ما عاد بدي إياك.